السلام عليكم، معكم فدوى وقناة قطوتي. الوصفة ديالنا اليوم هي بمناسبة عاشوراء، وهي الكاوكاو محمر أو مقرمل. كاين الكاوكاو المعسل والكاوكاو المحمر المالح، كيجي رائع جدا. غادي نديرو بطريقة غيجي أحسن من اللي كيتباع في المحلات، رائع جدا، كيجي مقرمل وسهل في التحضير. كنتمنى انه ينال اعجابكم. الى عجبكم ومازال ما اشتركتوش في القناه ديالي، كنتمنى انكم تشتركوا وتضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو، تفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم دائما جديد اللي كنزل كل اسبوع. والى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب. ندوزوا لطريقه التحضير والمقادير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو فيهم نصف كيلو ديال الكاوكاو، قسمته على جوج، درت 250 غرام في كل زلافه. اللي فايق سبق ليا وغسلته بحال هذا الشكل باش يمشي منه الغبره ونقيته. غادي نحتاج جوج معالق كبار من الملح، غادي نحتاج كاس صغير ديال الماء، وكاس الا ربع ديال السكر سنيده. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو في الكاوكاو ديالنا. ندوزو لطريقة التحضير. بالنسبة للطريقة غادي نبدأ أولا بالكاوكاو المالح. غادي نجيب واحد الآنية بحال هكا، وغادي نوضع فيها كاوكاو ديالي. عندي أنايا هنا 250 غرام أو الرابعة ديال الكاوكاو. كيمكن لكم أنكم ديروا نصف كيلو، يعني تضاعفوا المقادير أو حسب عدد افراد ديال الاسره ديالكم. من بعد غادي نضيف ليها الملحه، عندي جوج معالق كبار ديال الملحه، وغادي نضيف ليها الماء، جوج معالق تقريبا ديال الماء غير اللي يفزك ليا الكاوكاو باش يتلبس ليا بالملحه. غادي نبقى تنخلط فيه بحال هكا حتى يتلبس ليا بالملحه، والكاوكاو كامل يتلبس ليا بالملحه. من بعد غادي نجيب الطاوه اللي كتدخل الفرن، وضعت فيها ورق ديال الطهي، وغادي نسرح فيها كاوكاو ديالي بحال هذا الشكل، وغادي نوضعه في الفران اللي يكون سخون من قبل، وتكون درجه ديالو ناقصه جدا باش يتحمر لينا كاوكاو من الداخل ومن برا، ما يتحرقش لينا ويبقى خضر بالداخل. نخليه حتى يتحمر، وكل مره نجبدو نحركو ونعاود نردو حتى يتحمر ليا. وندوزو لطريقه التحضير ديال الكاوكاو المعسل. بالنسبه للكاوكاو المعسل كنجيب واحد المقله اللي ما كتلصقش، كنوضعها على النار، وكنوضع فيها كاس لا روب ديال السنيده ديالي، وغادي نضيف ليه ربع كاس ديال الماء غير يفزك ليا سنيده بحال هذا الشكل. نضيف ليها ربع كاس ديال الماء، ونضيف عليه، ومن بعد ما يبدا كيغلي او كيتبخ غادي نضيف ليه كاوكاو ديالي، الرابعه ديال الكاوكاو الغليظ، وغادي نخليه حتى يتبخ ويبدا يطيب، وغادي نوريكم المراحل ديال الطياب ديالو. هنا من بعد ما بدا تيغلي ليا السكر والماء غادي نضيف ليه كاوكاو ديالي بحال هذا الشكل، وغادي نبقى تنخلط فيه على نار مهيله. غنبقى تنخلط حتى غادي تلبس ليا الكاوكاو بالسكر سنيده. غادي تبقاو في هذه المرحله كتخلط تتحركوا، ما تحيدوش يديكم عليه باش ما يتحرقش ويطيب حتى من الداخل. غادي نستمر في هذا التحراك، وغادي نوريكم الشكل ديالو كي كيكون من بعد ما كيتلبس بالسكر. من بعد ما كيتلبس ليا الكاوكاو ديالي بالسكر تيولي بحال هذا الشكل. فهاد المرحله غادي نبقى تنحرك فيه حتى غادي يعاود يذوب السكر ويتكرمل ليا ويذوب على الكاوكاو ويولي على شكل كراميل. غادي نستمر، ما نحيدش نهائيا يدي عليه باش ما يتحرقش ليا كاوكاو، وغادي نوريكم الشكل ديالو كي كيجي. غتبقاو تقريبا واحد 20 دقيقه وانتم كتحركوا، يعني ما تزربوش عليه باش يجينا محمر من الداخل ويجينا كاين ليه الكراميل من برا. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما كيبدا كيذوب السكر. هنا مازال ما دابش نهائيا، غادي نستمر في التحريك. انا حيدت هذيك السباتول باش كنت كندير، لان الكراميل تيكون سخون بزاف،
وعوضتها بملعقة عادية، غادي نبقى تنحرك حتى نتأكد ان جميع السكر، حبيبات السكر، مبقاوش فوق الكاوكاو، انه كله تكرمل ليا. عاد باش غادي نحيدو من فوق النار. من بعد ما طيب ليا الكاوكاو، كنجيب طاوة بحال هذا الشكل اللي فرشتها بورق الطهي، وغادي نسرح فيها الكاوكاو ديالي محدو باقي سخون، وغادي نحاول انني نفك الحبيبات باش ما يبقاوش ليا لاصقين من بعد ما يبردو. غنحاول انني نسرحو بحال هكا ونخليه حتى يبرد، عاد باش غنجمعو ونزيد نفرتسو باش ما يبقاش ليا مجموع حبيبات الكاوكاو، ما يبقاوش ليا شادين في بعضياتهم بالكراميل. من بعد ما تيبرد وكنجمعو، تيكون هذا هو الشكل ديال الكاوكاو ديالنا، كيجي محمر وكيجي ملبس بالكراميل، كيجي رائع جدا. المذاق ديالو احسن من اللي كيتباع بألف درجة، لان اللي كيتباع غالبا ما تيكون باقي خضر من الداخل. والمالح من بعد ما كل مرة كنخليه في الفران، كنعاود نخرجو تنعاود نحركو وتنردو الفران اللي يكون سخون، ويكون النار من الأسفل ما تكونش ليه من الأعلى، خليوه على مهلو حتى تيتحمر، كيجي رائع جدا. كنتمنى أن الكاوكاو ديال اليوم أو الوصفة ديال اليوم تكون نالت إعجابكم. إلا عجبتكم ما تنسوش تقولوا لي هادشي في التعليقات، وتكتبوا لي إلا نجحت معكم الوصفة، تصيفطوا لي تطبيقاتكم على الانستغرام ديالي وعلى صفحتي على الفيسبوك، ولا الفيديو القادم بإذن الله.